الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا، رؤية الماعز البني في المنام علامة على جني الكثير من الأموال والأرباح بشكل كبير، حلم الماعز البني في عمل صاحب الرؤية علامة على الترقية في هذا العمل، والله أعلم. من يرى ماعز بني في المنام وكان مريض علامة على الشفاء من المرض، والله أعلم. ومن يرى في حلمه ماعز بني علامة أنه سيرزق بخيرات كبيرة بشكل كثير، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة الماعز البني في بيتها علامة على انتهاء المشاكل في هذا البيت، وإذا رأت المرأة المتزوجة الماعز البني علامة على السعادة الزوجية الأيام القادمة، والله أعلم. وإذا رأت الفتاة العزباء الماعز البني علامة أنها سوف تتزوج من شاب يمتلك ثروة كبيرة من الأموال، والله أعلم. إذا رأى الإنسان الماعز الميت علامة على انتهاء الهموم والمشاكل من الحياة، والله أعلم. ومن يرى في المنام أن هناك ماعز تقوم بنطحه علامة على الأموال الكثيرة التي تأتي إليه بكل سهولة. إذا رأى الرجل ماعز ينطحه في المنام علامة على الخيرات والرزق الواسع، والله أعلم. إذا رأى الشخص أن هناك ماعز ينطحه في المنام علامة على الأفراح القادمة في الحياة بشكل كبير، والله أعلم. ومن يرى في المنام ماعز موجود في الطريقة علامة على الطموحات والأحلام التي يصل إليها صاحب الرؤية الأيام القادمة. رؤية الماعز في الطريق في المنام علامة على الرزق الواسع والكسب الجيد الذي يأتي لصاحب الرؤية، والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم.